السلام عليكم ورحمة الله، اهلا بكل متابعينا الكرام. في فيديو النهاردة انا جايب لك هدية حرفيا ان شاء الله هتدعي لي عليها. في برنامج اسمه كانفا، لو انت متعرفش البرنامج ده، البرنامج ده بيصمم فيديوهات وبيصمم بوسترات، اي حاجة انت بتحلم بيها في الميديا في التصميم البرنامج ده بيعملها. البرنامج ده فرق معايا في شغل كتير جدا، والبرنامج ده تقدر لما ايدك تمشي فيه وتحترفه تكسب من وراه فلوس، وفلوس مش قليلة. البرنامج ده من حوالي 6 اشهر كده انا اشتركت في البرنامج ده بعد ما ايدي مشيت فيه شوية ب $119 الاشتراك السنوي، يعني بحوالي 1800-1900 جنيه مصري. عشان كده انا جايب لك النهاردة فعلا هدية، رابط دعوة مجانية لمدة سنة لحساب فري على برنامج كانفا. طبعا عشان اكون امين معاك، في فرق ما بين الحساب الفري وفي فرق ما بين الحساب المدفوع. في بعض الاوبشن كده ما بتكونش موجودة في الحساب الفري، ولكن الحساب الفري بيكون موجود فيه حوالي 95% من كل الاوبشن اللي موجودة في الاكاونت المدفوع. وكنت ناوي صراحة ان احنا الفترة اللي جاية اعرفك وابهرك البرنامج ده بيعمل ايه، بس انا عشان خايف رابط الدعوة ينتهي او العدد يكتمل لرابط الدعوة اللي انا جايبه لك في فيديو النهاردة وهتلاقيه في اول تعليق مثبت، فقلت لا، يبقى اسبق الامور واطلع في فيديو اعرفك الحق اشترك. حتى لو ما تعرفش في البرنامج ده حاجة، اطلع اشترك بالبرنامج ده، لان دي فرصة صدقني ما بتتكررش كتير. وعشان ندي كل زي حق حقا، انا متابع قناة دي اسمها الغد المشرق للشروحات، صاحبها حد محترم جدا، هي تقريبا قناة مغربية ومهتمة ببرنامج كانفا، والنهاردة تحديدا نزل فيديو على رابط الدعوة ده. فانا طبعا قلت اشارك الكلام ده مع اخواتي اللي متابعيني والكل يستفيد. ما حبيتش صراحة ان انا ابخل، انا مشترك من 7 اشهر باشتراك سنوي، وعملت النهاردة اشتراك من خلال الرابط ده، عشان بعد ما الاشتراك بتاعي ينتهي هيبقى عندي كده 6 اشهر في الاشتراك المجاني اللي انا اشتركت فيه النهاردة. حتى لو ما تعرفش برنامج كانفا، الحق الفرصة دي وركز معايا في اللي هنعمله دلوقتي عشان تعرف تشترك في البرنامج ده ازاي، وهسيب لك رابط الدعوة في اول تعليق مثبت تحت الفيديو ده. نبدأ على بركة الله كده، ونفتح جوجل وتاخد التعليق المثبت كوبي، وتيجي هنا تروح فوق هنا كده، وتروح عامل بيست للتعليق للرابط اللي انا هكون سايبه لك. هتفتح قصادك الشاشه دي، جميل كده. هنا بيقول لك لو انت اصلا بقى مشترك في البرنامج اعمل ساين او تعمل خروج من البرنامج، عشان لما تيجي تدخل على الرابط ده ما يدخلكش على الاكونت بتاعك. وانصحك ان انت حتى لو انت مشترك في البرنامج او انت عندك ايميل، اعمل ايميل جديد بالطريقه اللي احنا هنعملها دلوقتي، علشان يبقى ايميل منفصل خالص بعيد عن القصه دي. الايميل اللي احنا هنعمله دلوقتي هعرفك ازاي تعمل ايميل فيك، يعني ايميل مضروب كده، لو انت عايز تعمل صفحه فيس، لو انت عايز تشترك في برنامج زي كده مش بالايميل الاساسي بتاعك، هقول لك تعملها ازاي. هتيجي على جوجل كده وتدوس كليك يمين بالماوس وتخش على المتصفح الخفي اللي هو، طب نقفل تاني عشان انا عملتها بسرعه لا يكون حد ما يعرفهاش. ادي علامه جوجل تحت اهي، ادوس على الايقونه بتاعتها كليك يمين، واجي هنا اللي هو النيو ان كونتينو ويندو او المتصفح الخفي، وندوس عليها كده دوسه، هيفتح لنا الكلام ده قدامك. هتكتب هنا يا سيدي ايه، تمب ميل، وبرضو في وصف الفيديو تحت هسيب لك الرابط بتاعه، تمام. تمب ميل يا سيدي، هتدوس، هو هنا انا تقريبا كتبتها غلط، فهنا جوجل صحح لي، انا كتبتها تمب مول دبل ال، فهي تمب ميل. هتدوس على اول اقتراح من جوجل، وهنا فتح اهو تمب ميل، وبيقول لك جاري التحميل، اصبر عليه دقيقتين، عمل لك هو ايميل في ثانيتين الا ربع، جميل كده. ادي الايميل اللي احنا، ايميل فيك، ايميل مضروب ملوش علاقه بينا، هنشترك بيه في البرنامج. هتقف هنا على العلامه الخضراء دي، وهي مكتوب انسخ الى او كوبي تكليب بورد، هتعمل نسخ كده، تم النسخ، ننزل دي كده دلوقتي مؤقتا. وتيجي هنا بقى تعمل ساين اب على لما تدوس على الرابط هتفتح لك دي، لا انت اول ما تدوس على الرابط هتفتح لك دي قدامك كده، فمن تحت كده تكتب ايه، اشتراك او ساين اب ويز ميل بالايميل، وتيجي هنا تروح عامل بيست للايميل اللي احنا خدناه نسخ من هناك اللي هو الايميل المضروب، وتطلع هنا تكتب اي اسم بقى، تسمي نفسك اي اسم، تسمي نفسي اسمي عمر مثلا، سمي نفسينا عمر، وتيجي هنا تعمل لنفسك باسورد مثلا، تكتب اديني عملت له ايميل معقد واداني سترونج هنا هي قوي، جيت ستارتد، جميل.
بص يا سيدي، هنا بقى طلب منك ايه؟ ان انت تاكد الايميل ده، تاكد الايميل ده. فهو بعت لك كود من 6 ارقام، 2 4 6 ارقام موجودين على الايميل الفك اللي احنا لسه عاملينه. هتدوس على جوجل كده دوسه صغيره، فتح لك اللي على الشمال دي اللي احنا عليها، واللي على اليمين دي اللي هي المتصفح الخفي بتاع الميل. فتنزل تحت كده وتكتب هنا ايه؟ تحديث او ريفرش. عملنا تحديث، اديله فرصه يحمل، هيفتح لك الايميل اللي انت كنت واقف عليه دلوقتي. بص يا سيدي، كانفا هو بعت لك الست ارقام اهم اللي هم 319047. يا اما انت من بره كده عرفت الارقام تروح تحطهم، يا اما تفتح الايميل كده تضغط عليه ضغطه وتنزل تحت كده تروح واخد كوبي للست ارقام، يا اما تكتبهم وتقول كوبي، ودي كده خلاص ما بقاش لازمه، نقفلها خالص. وتيجي هنا على اول مربع على ايدك الشمال وتقول بيست او نسخ. كده الست ارقام نزلوا هنا، ادوس دن او اوكي او مش عارف بالعربي هتبقى ايه. الف مبروك يا ريس، كده بقى معاك اكاونت فري لمدة سنة بدون ولا مليم. طيب عايزين نتأكد الكلام ده مظبوط ولا لا، والنسخة دي فعلا فري ولا اخبارها ايه. فاولا عايز اقولك ان البرنامج ده يعني في عجلة كده، هو بيقولك هنا عايز تصمم سوشيال ميديا ولا فيديو ولا ماركتينج ولا، طب نحوله عربي. هتدوس هنا على العلامة بتاعتك اللي هي عمر دي اللي هي بتاعها، تبقى على اليمين، وتكتب اكاونت سيتنج اللي هي الاعدادات يعني، وتيجي هنا تنزل تحت كده وادي اللانجويج هي، تدوس على الانجليش وتنزل تحت خالص. انا شفت العربيه، العربيه مصر اهي، دوس عليها كده تمام، حولنا البرنامج للعربي. لو حد يعني حابب كده تيجي كده تدوس على الصفحه الرئيسيه وندوس ابتكار تصميم او كرييت تصميم، ونكتب اي حاجه، نكتب مثلا هنا كلمه منشور. هو بيقول لك احلم، البرنامج ده بيعمل اي حاجه في اي حاجه. هنكتب مثلا هنا نقول منشور فيسبوك، ادي منشور فيسبوك. انا كل ده هنختبر اذا كانت النسخه دي مجانيه ولا لا. جميل كده، هو طبعا بيعرض عليك بقى اقتراحات انك تتجول في البرنامج. سيبنا من الكلام ده خالص. في القوالب هنا هدوس، لا انا عايز الصور علشان مثلا هستخدم، ادوس هنا في المزيد من تحت. كل دي حاجات هنتكلم عليها بعدين، الصور مش هو ده موضوعنا خالص النهارده. هننزل الصوره دي وندوس على التاثيرات او الافكت، وانت واقف على الصوره، وهنا مزيل الخلفيه دي متاكتفه. لو انت مش، لو النسخه دي غير مدفوعه او النسخه دي مجاني، بتلاقي هنا علامه حمراء ان دي للنسخه المجاني. فبالفعل ده اول اختبار ان النسخه دي مدفوعه. فطبعا هو بيعمل ريموف باك جراوند او مسح الخلفيه، ده بقى على حسب سرعه النت وعلى حسب الخلفيه بتاعه الصوره وعلى حسب سرعه الجهاز بتاعك. فانا عشان بسجل الشاشه وانا بعرض، فمعلش هتتاخر شويه، وعشان كمان الخلفيه قريبه من لون الشرب اللي اختنا دي لابساه، فخدت معانا وقت شويه. ادي بالفعل شال الخلفيه بتاعه الصوره، هقف على الخلفيه كده بعد ابعد عن الصوره، وهنا البلتة الالوان، وادوس هنا على اي لون، ادي بالفعل غير لي الخلفيه بتاعه الصوره. فده اي كده اول دليل ان النسخه دي مجانيه. وطب ادوس تاني على التاثيرات، هنا بقى مفتوح كل الحاجات دي، التاثيرات دي اغلبها مدفوع، فهي مفتوحه بشكل مجاني. لو عايزين نعمل ظل مثلا اللي هو الشادو، هنا بيقول لي عايز هنا ربط لي خلاص الشادو، نزلها اهي تحت في الاوبشن. فهنا هعمل مثلا ظل داير من الصوره. كل ده احنا بنختبر النسخه دي بالفعل فري ولا لا. جميل، طيب دي كده كان تاني حاجه. طيب هعمل هنا اد بيج اللي هي اضافه صفحه، وندوس مثلا الاليمنت اللي هي العناصر، ونكتب تحت مثلا هنا بلب، بلب دي اللي هي بقعة دي دايما بتبقى، هندوس كده في الفلاتر اللي هنا، وننزل تحت كده وندوس التعليم دي اللي هو علشان رابط الدعوة ده الإديوكيشن لمدرس هو اللي عامله يعني، وعدد محدود. فهنا بدل ما كاتب لك برو كاتبها لك إديوكيشن أو تعليم، فتدوس عليها أو برو. فهنا كل الكلام ده مدفوع، كل الكلام اللي انت شايفه قدامك ده مدفوع. لو انت عندك نسخة مجانية هيبقى كل الكلام ده مدفوع. جميل، وده كده كان تاني اختبار لان النسخه دي مدفوعه ولا لا. طيب عايزين نشوف الداونلود بقى.
لو انا مثلا هضيف حركة هنا واعمل ظهور بطيء فحولتها الفيديو، هنا بقى الارسال الى المعلم اللي هو send to mister تقريبا. المهم في الثلاث نقط دول او في العلامة دي عايز اشوف التنزيلات، عايز اشوف الـ MP4 مفتوح ولا لا، وعايز اشوف الجيف اللي هي GIF مفتوحة ولا لا، عشان GIF دي في النسخة المدفوعة. تمام، بص يا سيدي، هنا GIF هي مفتوحة وهنا ده الـ MP4 مفتوحة، يبقى بالفعل ده كده تالت اختبار ان النسخة دي فري. جميل كده الكلام، تمام كده. اظن ان يعني احنا استعرضنا مع بعض النسخة. هو عموما برنامج ما يخسركش اي حاجة، بالعكس البرنامج ده فادني كتير، وفر عليا فلوس كتير، بالرغم ان انا لسه ما استخدمتش البرنامج ده لحد دلوقتي في اي حاجة تدير دخل باستخدامه او بان انا احترفته. بس عن قريب كويس جدا هتسمعوا خبر كويس يخص مكتب اوتلت ونشاط جديد هيتنشئ جواه. وعشان كده احب اقول لك لو انت لسه معانا لحد دلوقتي في قلب الفيديو، ياريت تدعي لي دعوتين كويسين لو قدرت افيدك باي حاجة. وخد بالك القناة على اليوتيوب هيتغير اسمها من اتعلم ملابس مع اوتلت لتعلم مع اوتلت، فعشان لو لقيت الاسم اتغير مع الوقت يبقى انت تحس ان انت ما زلت في المكان الصح، اتعلم مع اوتلت. ليه انا بعمل كده؟ عشان المحتوى الفترة اللي جاية هيكون ان مش تعلم ملابس بس، لا تعلم تجارة وتعلم ديزاين وتعلم ازاي تحترف الفيسبوك وتتعلم ازاي تحترف التسويق وتتعلم ازاي تحترف التليجرام والواتس، كل حاجة هنتكلم فيها بامر. فعشان كده هنشيل كلمة ملابس وهتبقى اتعلم مع اوتلت. تحياتي للجميع، كان معاك اخوكم في الله محمد عمارة. لو قدرت افيدك ما تنسانيش زي ما بقولك دايما، دعوة صغيرة بس تكون طالعة من قلبك. سلام عليكم.